مساء الخير ورمضان مبارك سعيد. إلا قلت لكم كنزة في الدوار لوزين أرضة الوالدة، وإلا زدت قلت لكم أنا ومراتي وتليفوني مع رشيد العلالي. عرفتوا؟ أكيد أنتم عرفتوها. حلقتنا اليوم في برنامج فولوورز مع الممثلة الجميلة ابتسام العروسي، وأكيد غادي تشوفوها بحال ما عمركم شفتوها. خليكم معنا. مرحبا بكم معنا ابتسام. شكرا امل، نورتينا ورمضان كريم. ميرسي علينا وعليك وعلى المغاربه كلهم. باش ما تمنيتي ان شاء الله. ميرسي ابتسام. وجدنا واحد لو بورتاج عليك، مستعده تشوفي؟ وي الو نشوفوا لو بورتاج. الفنانة ابتسام العروسي تزادت نهار 3 يونيو 1990 بمدينة خريبكا من أسرة مكونة من 3 أخوات وأخوين. حاصلة على البكالوريا شعبة اقتصاد سنة 2010، من بعد قررت أنها تسجل بكلية العلوم الاقتصادية لكنها ما كملتش، وبحكم أنها كانت عندها موهبة التمثيل منذ الصغر ديالها، الشيء اللي خلاها تدير المسرح في فترة من الفترات. تحت لها فرصة للحصول على دور في أول فيلم لها للمخرج زوغي في فيلم السينمائي أبو الأنوار، ومن ثم بدأت مسيرتها الفنية في العديد من الأفلام والمسلسلات المغربية، من بينهم فيلم الشاهدة ومسلسل رضاة الوالدة، لوزين وسيدكم كنزة في الدوار وغيرهم. شفت في السير كاع قاش الحاجة الوحيدة اللي مصبراني على هادشي كامل وأن كريم كيبغيني أنا. مؤخرا شاركت في عمل كوميدي هو عبارة عن كبسولات في الويب مع رشيد العلالي بعنوان أنا ومراتي وتليفوني. ابتسام كتمتلك العديد من المواهب غير التمثيل، من بينهم الرقص، الرسم وكرة القدم. ضيفتنا لهذه الليلة من برج الجوزاء، ومن المعروف على أنثى الجوزاء أنها مزاجية بامتياز، كتحب الكلام وكل ما هو جديد وغير مألوف وتحقيق الأهداف المتعددة معا، وكتكره الملل. ابتسام كي جاك لو بورتري وهذاك يعني مسيره كامل لا باس بها، درتي بزاف ديال الحوايج. الحمد لله. نعم. الوغ ابتسامتي انثى الجوزاء، والمعروف على انثى الجوزاء انها مزاجيه وكيتقلب المود ديالها، كيفاش كتعيشي مع هذه الخاصيه هذه؟ انا من المعجبين بالبرج ديالي، ولو يخيروني انه يكون عندي برج اخر غادي نبغي البرج ديالي بزاف. داكوغ، علاش؟ وكينطبق عليا البرج بصح مزاجيه وكيتقلب ليا الريف لا ديغنيغ مينوت. ولكن عنده ميزات زوينين، عنده ميزات هو اننا سيرفيابل بزاف. اللي كنعرف هو انك حتى انت جوزاء يعني فوتينا انا وياك بنهار بنهار في الشهر في الشهر. دونك الجوزاء بصح ناس سيرفيابل، كيبغوا بزاف، هما شويه حقودين الا دار لهم شي حد شي حاجه خايبه، حيت هما قلبنا ابيض. لا قلبنا ابيض، ولكن حيت حنا كنعطيو بزاف، كنعطيو اكثر ما كناخذوا. دونك اون فوا الا كنا عاطين بزاف وكنديروا لي زيفور على ولد الناس، الا صدمونا في هذيك اللحظه النيت كنحقدوا، ولكن من بعد قلبنا كيسامح وكنساو كل شيء وكنرجعوا عاوتاني من الاول، ما كنتبدلوش. كنبقاو حنا هما حنا، ولو يوقعوا لينا بزاف ديال الحوايج كتبقى فينا هذيك الطيبوبه وهذيك السذاجه. المهم جوزاء فيا جوج. فينا جوج، ما كيف ما قلتي انت كيبقى البرج ديالنا وقلبنا بيض، وفينا بزاف بزاف ديال الميزات اكثر من الامور اللي هي سلبيه. تحدي ومثابره. صحيح. كنديروا لوبجيكتيف والحمد لله كنوصلوا ليه. الخدمه خدمه بيا الخدمه ديال بصح. ابتسام نمشيو نشوفوا النسب ديالك في مواقع التواصل، فعندك في الفيسبوك اكثر من 100,000 ديال لي زابوني، بالنسبه للانستغرام عندك اكثر من 480,000 ديال لي زابوني. تصيب المدن عندك الدار البيضاء المرتبه الاولى، اكادير، الرباط، مراكش، ثم فاس. بالنسبه للدول عندك المغرب اكيد المرتبه الاولى، البرازيل، ايطاليا، فرنسا واسبانيا. الفئات العمريه ما بين 18 و24 سنه، وبالنسبه للستاتستيك عندك النساء 60% بالمقابل ديال الرجال 40%. انا تري انتباه هنايا كوميم البلدان، عندك البرازيل، اش كدير البرازيل وايطاليا عندك؟ ما فهمتش، تعجبت غريبه هذه القضيه هذه. والله الا مرحبا زعما بالناس ديال البرازيل. كنتي عارفاها ولا غير حتى طلبت منك انا الستاتستيك؟ طلبتي مني لي ستاتستيك. غريبه هذه القضيه، غريبه من البرازيل. ما كاع الضيوف اللي جاوني قلال اللي عندهم البرازيل.
ما حتى انا جاتني غريبه. ايوا شفتي المهم مرحبا بك برنامج فولورز اكيد صح حتى انا والله الا انت كتقولي وبغي نقول لك البرازيل البرازيل صح والمرتبه الثانيه قبل من ايطاليا لان كيراسلوني ناس من ايطاليا فرنسا هذا شيء معروف اسبانيا يعني الدول اللي فيهم اكثريه المغاربه ولكن البرازيل واش برازيليين ولا مغاربه في البرازيل الله اعلم وراه خصك تمشي لعندهم دابا ضروري دابا ان شاء الله اكيد. نعم شنو بالنسبه لك لي فولورز ابتسام؟ شنو بالنسبه ليا؟ بالنسبه ليا انهم متتبعين ديالي. اللي كيعجبني هو كيف ما كتعرفي دابا ان كاين الحسابات الوهميه كاين لي فولورز اللي كيتشراو. انا اللي كيعجبني هو ان هذوك الناس كيقلبوا على ابتسام العروسي من بعد ما شاهدوا الافلام ديالها والمسلسلات ديالها ويعني دايرين افور وكيقلبوا يعني ماشي متتبعين. ما كيغلطوش سميتك؟ كيغلطوا في سميتي شويه ما بين فاطمه الزهراء العروسي وابتسام العروسي. انت بديتي في انستغرام؟ انستغرام ما بديت فيه نقدروا نقولوا حتى 2017 عاد وليت اكتيف مي افون فريمون زعما غير حليت لو كونت ونسيتو. غادي ندوزوا لاول فقره من حلقه اليوم واللي هي اش كيقولوا عليك الفولورز. شوفوا الصوره الاولى. الو هنايا رشيد كيقول لك فيك العياقه بلا قياس يعني هذا كومونتير غيكون باقي له شفتي بزاف. لا شنو نو انا ما كنتخش نقرا لي كومونتير قليل اللي كندخل كنقدر نلقى الاولين كاع كندير لهم جيم مي ابخي ما كنتابعش ما كنشوفش اشنو كاين كان لان كيكونوا بزاف 300 500 ما يمكنش نقراهم كاملين ما كنشكر الناس اللي كيدخلوا بعدا وكيعطيو اهتمام للصوره وكيكومونتيو ديجا با مال. ورشيد غنقول له ما كتعرفنيش عن قرب باش تقول فيا العياقه وتقدر تكون مره فيا العياقه علاش لا لا عجبني راسي وبغيت نعيق مره علاش. كيفاش كتعاملي مع لي كومونتير اللي تيكونوا سلبيين وتيكونوا احيانا كيكون فيهم سب وقذف كيفاش كتعاملي معهم؟ كديري بلوك ما كتجاوبيش ولا كتجاوبي؟ الا طحت في كومونتير يعني كيف ما قلت لك الا كانت راشقه ليا ودخلت وشفت لي كومونتير ولقيت شي كومونتير خايب ماشي بالمعنى ديال الخايب انه تقدر تنتقدني نخليه ولكن انك تدير سب او لا قذف او لا يعني كلمات نابيه في سميتو ما كنتقبلهاش كنعرف ان هذاك الانسان ما غيجي من وراه غير هذاك الشيء دونك ما يشرفنيش انه يكون في اللائحه ديالي وكنحيدو تو سامبلومون. بلوك كتبلوكي؟ بيان سور بلوك 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 بيان. شوفوا الصوره المواليه هنا جيسيكا كتقول لك مالكي دايره هذا الشعر باين عليه رخيص وماشي في المستوى. هذه فقره انتقادات. لا فقره وانك كتوضحي شنو سميتها جيسيكا بدا. جيسيكا كتوضحي بعد هذه بعدا اللي سميتها جيسيكا وداخله كتقول لي بعدا واش انت مغربيه ولا جيسيكا واش ما عرفتش انا بعدا التسميات كنسمعهم غير ديال ليشيان ولا جو سي با فريمون دخلي بسميتك ماشي بروفيل مستعار باش تقدري تكريتيكي الناس. نعم. وثاني حاجه ماشي انت اللي مشتيه ليا ما غادي واخا غادي نبان قبيحه في هذه اللحظه مي فريمون ان مومون خصنا نجاوبوا الناس خصنا نجاوبوهم لان الا بغيتي تقول ولا تهضر تكون عندك واحد لا ماتيغ عندك علاش هضر ماشي غير تهضر وكريتيكيني انا كريتيكي اعمالي كريتيكي اشنو كندير ماشي شعري شعري ها هو الحمد لله مزيان ما رخيص ما حتى شي حاجه بويسكو انا ممثله دي فوا كنطولو دي فوا كنقصرو لا كاليتي ما عنديش انايا مشكل اصلا بما انه ماشي شعري لانه طبيعي نقدر نشريه بغالي وما يكونش طبيعي دونك ما غاديش نبقاو غير كنخربقو. نعم, نعم وتبارك الله على جيسيكا. شوفوا الفيديو. ولا شنو قلت لك؟ قلت لك قررت صافي باش نبداو الريجيم. انت اسمع ليا مزيان. عندك السيدي هاد السيمانه غنحيدو السكر، غادي نحيدو الملحه، غنحيدو الخبز، غنحيدو ليدام وغادي نحيدو اللحم حتى هو، اش بان لك؟ غادي بان لي نحيد من هنا. الوغ هنا تحت هاد الفيديو كتقول لك هند هاد الشيء بسالات وعيقتوا علينا بهاد الفيديوهات الخاوين. اش غادي نقول هند من حقها انه ما يعجبهاش العمل
يعني ماشي حتى شي واحد ما بزز عليه انه يعجبو شي حاجه. ديجا كنشكرها انها تبعات بعدا وخدات من وقتها باش تعرف شنو كاين في الكونسيبت. ولكن ثاني حاجه بعدا كنشكر رشيد العلالي اللي كان ممثل معايا والزوجه ديالو حتى هي اللي كانت في الانتاج. الناس محترمين بزاف وخدمنا على البروجي من قلبنا ودرنا بزاف ديال لي ريبيت وبزاف ديال البريباراسيون باش نرضيو الناس. ولكن انا اي عمل خدمت فيه سواء هذا سواء واحد اخر كيكونوا منتقدين وكيكونوا ناس كيبغيو. دونك غنقول لك مع هاد الانتقادات انت كنقول لك دائما الانتقاد ما كيكونش بناء. يعني اللي مشارجي التليفون وبغي يكتب شي حاجه نو ما كيبقاش هي الحل. ولكن دائما كنحاول نطور من راسي وكناخذ بعين الاعتبار لهذاك الانتقاد. ممكن هيند اننا نديروا شي حاجه اخرى وتنال الاعجاب ديالك وممكن انا كتشوفي الحلقات الاخرين اولا تحتي في الحلقه اللي انت ما نالتش الاعجاب ديالك كنقول لك خذي من وقتك وتفرجي ولا ربما يعجبك. معليش ابتسام كي دايره علاقتك مع الام ديالك؟ هادو النقط الحساسه ديالي. مهمتي هي كل شيء في حياتي. مهمتي هي اللي بقات ليا و ما يمكنش نتخيل حياتي بلا بها. ممكنش العلاقه ديال الصداقه معها ولا علاقه ديال الام مع بنتها واحد الاحترام واحد التقدير؟ ماما ما تصاحبنا انا وياها حتى كبرت. داكور مي افون كانت لا ماما مع البنت. ماما كتخاف عليا بزاف. ماما لو جونغ اللي كنت كنبقى كنكون غادي للقرايه راه غادي يتعرض لك واحد وغادي يضربك بموس وغادي يخطفوك ويديوك للغابه وغادي يديروا لك. دونك دائما عندها واحد الخلع عليا لدرجه انا كنت كنبدا غادي وكندير هكا دائما خايفه. علاش عندها التخوف عليك؟ حيت انا صغيره انا اخر ما عندها كتخاف على وليداتها بزاف. ماما لو جوغ اللي كتخاف على وليداتها اكثر من راسها. لو جوغ اللي ما كانتش كتخرج حتى هي بوحدها ما كتشوفش الناس ما عندهاش علاقات بزاف على برا. يعني انسانه اللي منغلقه على لا فامي صافي. دونك دائما غتكون عندها هذه القضيه ديال الخوف. نعم شوفوا ماما شنو قالت. السلام عليكم انا مات ابتسام العروسي الله يرضي عليها وكدير اعمال زوينه وتتشرفنا وكتشرف العائله وانا كنتمنى ليها التوفيق ان شاء الله والخير. انا راضيه عليها انا راضيه عليها. شنو تقولي لماماك بعد الفيديو؟ قولي الله يحفظها ليا يا ربي يا ربي يحفظها ليا. بغيت من نعطيها من عمري وتبقى عايشه ليا دائما 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 ابدا لان يكفي سميه ماما. يعني ما يمكن يعوضها ليا حتى شي حد. أكيد. الخوف ديالها وريحتها اغلى عندي من الدنيا كامله. كانت مشجعك في الميدان ديالك في اللور ولا كانت خايفه عليك منها؟ لا كانت كونتخ شويه. كانت كونتخ نعم بحكم الميدان وشنو فيه. يعني قلت لك انا ماما كتخاف عليا دوك اي ميدان اللي غادي يبان لها انك غتسافري وما غتكونيش ستابل فهي غادي تكون كونتخ. لو كونتخ ديال الوالد ديالي الله يرحمه. علاش الميدان؟ لان ديك الصوره اللي بالنسبه للممثلات واحد الصوره اللي ماشي تال تماك في المجتمع. لا انا غيانا فواغ الوالده ما كتفكرش بهذه الطريقه غير كيف ما قلت لك انا معروف ان لي تغناج كيكونوا في مدن بزاف. يعني كيبانوا لها الناس قاصحين وكيهضروا يعني كيعبروا على راسهم بهذيك الطريقه كتقول بنتي محاش قد على هذا الشيء. دونك كاين تخوف بزاف. غير يعني كانت خايفه عليا لان دابا بدلات الراي ديالها. دابا بدلات رايها حيتاش عارفه بنتها مراه وكاده. ايوا الحمد لله الحمد لله. نشوفوا سعاد شنو قالت عليك. شوفوا الفيديو. امل في ميبكي انا راه حساسه مع الدار. السلام عليكم معكم الاخت ديال ابتسام العروسي اللي تنبغي نقول لها من هذا المنبر بانها ماشي غير الاخت بان الاخت والصديقه والحبيبه هي توام روحي. ابتسام اللي تنبغي نقول عليها بانها القلب الكبير ديال عائله العروسي رغم ان هي صغيره ديال الدار. ابتسام العسكري كان تيقول لها الوالد الله يرحمه العسكري ديال الدار حبيبه ديالي. الوغ هادو سي دي فيديو اكسكلوزيف للبرنامج فولورز انت ما فراسكش ما شفتيهمش بيان سور. شنو تقولي سعاد؟ سعاد توأم روحي مويمه ديالي الثانيه. سعاد اللي بناتني سعاد اللي رباتني سعاد اللي ما كتكبر فيا والو سعاد اللي كافحت معايا حتى وصلت وباقا كتكافح معايا لا هي لا الاخت ديالي اللي ما كنتش مخرجه لها العقل من كنتي صغيره. انا كنت مخرجه لكل شيء العقل. تحيه للاخت ديالي اللي في لا سويد. نعم. عزيزه حتى هي الخواتات ديالي وخوتي الفلدات ديالك ما يمكنش
تصوري صباعي اللي ما يمكن حتى حد نتخلى عليه فيهم حيت كيبغوني بزاف خوتي. الا شنو نقول لك، الا جاتني حبوبه اختي كتعيط ليا كتقول لي انا بغيت تجيني انا وما تجيكش انت يا ابتسام. الله يحفظهم كامل. يعني واصلين لهذا النيفو هذا، لان كبرنا في شي شكل واحد علاقه سودي عرفتي مرتبطين بزاف. الحمد لله الحمد لله. كاين كوميم واحد ولد اختك اللي هو ممثل دابا خدا دور بطوله مع مفتكر في الفيلم اللي عاد غيخرج امام ودار لك فيديو نشوفه. شوفي تقولي اش طب ابتسام تيزيز عليا بزاف 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 وتنبغيك بزاف، وانت الام الثاني ديالي وديما كنفتخر بالاعمال ديالك وكنفتخر بيك، وانت راك عزيزه عليا بزاف وما عمرك خسرتي ليا خاطري، وانا ما عمرني غنخسرو لك، وراك عزيزه عليا وديما غتبقى عزيزه عليا. النوسي هذا الفيديو ديال انس. شنو تقولي لانس؟ انس يلاه دخل الميدان جديد، اكيد غتكوني مأطراه متبعاه حاميه لانه الدومين انت عارفه قبل منه. بيان سور ما خافاش عليه من هادشي اللي حنا كنعيشوا في الميدان. انا الا انس ما نخافش عليه. انس واحد طفل اش غنقول لك 100 راجل. انس كنحس براسي بحال كنتحتت مع شي راجل بعقلو كينصحني شنو ممكن ندير مع صحباتي 11 ايماجين انه خدم وما حشمنيش، وكان كيدخل حتى لوحدات الليل ورجع وكمل القرايه ديالو غاب شي عاونتي باش دخل دار باش خدا الدور ولا دار كاستين. انا مجرد اقتراح ولكن شافوا المخرج مفتكر اللي كنا نعطيه التحيه من هذا المنبر وعجبوا بزاف وفعلا ما حشمنيش لدرجه ان لا فاطمه خير سعد سولي اللي تصاحب معانا امام شرقي كلهم كيشكروه، وكان قد ورجع وكمل الدراسه ديالو وجاب دي بون نوت، وهنا فين عجبني الحال الحمد لله. ضروري كمل قريته ابتسام الله يرضى. اكيد لا لا داروري. اكيد اكيد بابا هما ما متابعينه، وهذه مجرد تجربه ولكن فاتو غتفيدو اكيد في المسار ديالو. وكنحماق عليكم با بوسيبل، لا هو لا بلال دلال ملك ادم وياسين وايا وايا كلهم كنبغيهم باش ما يتقلقوش عليا. ندوزو عند حب حياتك الزوج ديالك ونشوفوا شنو قال لك. شوفوا الفيديو. ابتسام حبيبه ديالي مراتي صاحبتي عشيرتي عمار صداري كنموت عليها، واي حاجه بلا بها ما عندها طعم، وكنظن بان اي حاجه قاره كتاخذو الا وعندها نصيب فيه. يعني هي كيعجبها من النوع ديال لا فام اللي كيعجبها الفوك تي بروبوز ولا شنو بغيت ندير كذا وتعطي رايها صافي، ديال كتفرض رايها وكتامن بافكارها، وهي ذكيه بزاف وكنتعاونوا على مجموعه من الاشياء اونسومبل، لا في الحياه لا في الفن، يعني ضروري عندها النصيب ديالها. كنموت عليك وتنقول لك يا ربي يخلينا ديما زوينين وكنبغيك. الوغ يا ربي خلينا ديما زوينين، تخاف اللي ما يبقاش زوين؟ زوينين بالنسبه لعبدو هو ان سعيد اكيد مشاهد اللي هو مخرج والزوج ديالك الزوج ديالي صديق ديالنا كاملين في الدومين. وي رساله زوينه دار لك عبد الواحد. اكيد عبدو هو دنيتي الثانيه، هو عائلتي الثانيه، هو حبيبي وراجلي وخويا وصاحبي وعشيري وكاع هادشي اللي قال. الانسان اللي كنتقاسم معاه حياتي كنتقاسم معاه اسراري كيعرفني. تما ماشي بزاف اش تزوجتو؟ هذه عامين ونص، ولكن عامين كانت عندنا خطوبه قبل. خطوبه وكانت صداقه قبل وكانت صداقه في الاول. كنتي ملي شفتي ما تحملتوش؟ يعني ما حملتي ما حملك؟ ما تحملناش. ومن بعد هذا الكره تحول القصه تحول اكيد صحب. احنا كنا دابزنا قبل فاش تلاقينا ما داش لو كورون، من بعد دازت سنه وعاد تلاقينا وعاد داز هذيك الساعه. نعم داز. وعبدو انسان متفاهم بزاف، انسان اللي كيعاوني في الدومين ديالي، انسان يعني هو خلوق ومعروف على انه عنده الصداقات، عنده اش نقول لك، يعني في الميدان معروف بالقلب الكبير صديق الكل، ما عمر تعيب مع شي حد. حاجتو ماشي ديالو حاجتو ما ديالوش، وصديق الكل يجي ينصحك بزاف وينصح. نعم. وإلا احتاج الواحد يقدر ينوض ربعة الليل ويقول لي غادي يمشي على ولد فلان. نعم.
واخا انا كندور في على هذه القضيه لان هذوك الناس ما كيديروش مع لا ميم شوز، كنكون بعض المرات قبيحه مي هو ما كيتبدلش. والله العظيم زعما ماشي حتىش الزوج ديالي، مي انسان خلوق بزاف وانسان اللي كيصبر ليا لان الدومين ديالنا قاصح وانا عندي كاركتير صعيب كيف ما قال، كندخل في الشده والفعده كندخل وكنبغي وهاد القضيه حنا فينا لي جيمو، ولكن حيت كنقلبوا على لا بيرفيكسيون يعني ماشي شي حاجه خايبه، غير كنبغيو نديروا حوايج امور مزيان كياخذ الامور كيف ما هي. انا كنتعامل فوالا بذكاء دونك كنبغي الامور ندخل فيها حتى انا عارفه شنو غادي يدار فيها، مي هو نو عادي الراجل راه بالمره كيكمل وكنبقاو انا وياه حنا كنكملوا رجالنا اكيد كيقول لي لا انا كنفهم اكبر منك لان انا اكبر منك، كنقول لي نو ما عندها حتى شي علاقه انا خصني نعطي رايي خصني ندخل في الامور وغادي تشوفوا. كتجيك الغيره من ممثلات اخرين اللي خدم معاهم او غير خدم معاهم يعني كتقولي انت بحكمك انت ممثله التقيتي به كانت يعني حبيتوا بعضياتكم، كتخافي من هذه القضيه هذه ولا لا؟ بصراحه افون قبل مني ما كنتش عارفه بزاف ديال الحوايج عليه، كانوا كيبانوا لي شي حوايج غريبين فوالا دونك كنعيق فوالا سورتو الصداقه اللي عنده في الدومين كنت كنكون في علاقات مع شي صديقات باينه بان دازت شي حاجه قبل دونك انا كنشك اولا هذه وكيبقى عندي شك دونك تجيني شويه الغيره، مي افون من بعد ابخي راجلي يعني اعترف لي بعلاقاته كاملين وانا بالنسبه لي لو باسي ما كيهمنيش، بالنسبه لي ان مني تعرفنا مني تزوجنا مني كتعرفني انا وانت اشنو غادي يجي القدام ماشي غادي نرجعوا للور وكندير فيه الثقه، وحتى بالنسبه للممثلات فهما صديقات ديالي هو كيغير عليك و... ولا احيانا لان العمل هو حنا بجوج في الدومين، يعني ممثلين اللي كنمثل معاهم كيجيو كيباتوا عندي في الدار صحابو بزاف كيخرجوا وياهم يعني كيجيو هما كلهم بحال الاخوه ديالي، هذاك الشيء علاش قلت لك الحمد لله سكو انهم متفاهم في الدومين ديالي متفاهم اش كندخل وشنو كندير كطيب مزيان. شنو كتقولي للناس اللي هما تيقولوا بان الممثله كتختار مخرج باش تبقى تخدم؟ انا وراجلي ما كنخدموش دابا وخدمنا شغل نقول لك عمل اولا جوج عادي يعني سي دي كور ميتراج اللي ما عندها حتى علاقه، وانا من لو جوغ اللي كنقول له خذ فلانه وخذ فرتلانه ماشي بالضروره ان نكون كياخذ بالراي ديالك؟ كياخذ بالراي ديالي اكيد، وإلا كان الدور ديالي علاش غادي يبدل مراته وهي فنانه ومعترف بها؟ علاش دونك إلا كان الدور ديالي يعني مناسب ليا ماشي غير يجيب وحده عندها 40 طون وغادي حيت كاينين مخرجين اللي كيديروها يعني ما غاديش يجيب انسانه عندها 40 عام وغيجيبني ابتسام باش نلعب انا ام ديال 40 عام ولا هذا، دونك ما يمكنش هنا كتسمى انك كتفرضني، ولكن إلا كان الدور مناسب ليا في لاج ديالي في البروفيل ديالي اكيد غادي يكون. انتما الان كتحضروا العمل ان شاء الله فيلم سينمائي؟ وي كنحضروا فيلم سينمائي. سيناريو مشترك بينك وبينه؟ وي انا الفكره ديالي والكتابه ديالو هو ان شاء الله اللي غتكون فيه مجموعه ديال الممثلات هو نسوي ولا نسائي؟ ادوار نسائيه كثيره ادوار نسائيه بلوس كو الرجاليه دونك غادي يكونوا بزاف ديال والموضوع على النساء نيت؟ لا الموضوع فيه عنده طابع كوميدي درامي قريب شويه من الافلام الامريكانيه في الاكسيون في بزاف ديال الحوايج وفي العلاقات ديال البنات ديال دابا اللي كنشوفوا دونك غادي نشوفوا بزاف غنشوفوا فيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي يعجبونا ان شاء الله. الله يسخر الامور. اوتو برودكسيون ولا البرودكسيون سي سي ام؟ اوتو برودكسيون يعني غادي يكون معنا منتجين وي سي با فاسيل اللي كنشكرهم بدورهم انهم داروا فينا الثقه وان شاء الله يعني حتى الدعم السينمائي ديال سي سي ام الا كان الفيلم يعني كيستجب للشروط فحتى هما كيعطيو الدعم يعني من بعد. صدقه عند ابتسام مقدسه كاين واحد الصديقه بعثات لك واحد الفيديو شوفوا. السلام عليكم، رمضان كريم والله يدخلوا عليكم بالصحيحه والسلامه. ابتسام العروسي اختي صاحبتي وزميلتي في هذا المجال. ابتسام نهضر عليها كممثله، اولا هي واحد الشخص اللي بنى راسو براسو بدون مساعده حتى شي حد، اللي قدرت تشق الطريق ديالها في المجال الفني رغم الصعوبات ديالو وتثبت راسها ودير سميتها. بيان سور هي تري تالونتيوز، ومع انها كتلعب الادوار ديال المراه القويه ولكن شخصيه طيبه ومرهفه الحس لاقصى درجه. الوغ صديقه ديالك هاجر واللي هي كذلك فنانه
شنو تقولي ليها؟ هاجر اختيتي اختي واخا ما ولدتهاش ماما. الصداقه ديال شحال ديال شحال من عام؟ الصداقه ديالنا تقريبا 5 سنين ولكن توطات اكثر يعني هذه 3 سنين. هذه 3 سنين لان بحكم ما كانتش في المغرب ولكن كانت فيما كتجي عندي كتبات عندي انا الاولى تمشي لدارهم اي حاجه كتعاود عليا رغم البعد ولكن دابا تقربنا بزاف وبحكم انها فقدات الاخت ديالها الي سونسيبل وكتبغيني بزاف وكدير على ودي بزاف ديال الحوايج واكتشفتهم ديغنيغمون وعشتهم معاها ما يمكنش انني نخليها وكنقولها انا في بلاصه سهيله وكنبغيك بزاف وما عمرني غادي نخليك. نمشيو لعند واحد الفنان اللي انا كنعزو شخصيا واللي ما بخلش بفيديو ليك نشوفو نكتشفو مع بعضياتنا. تحيه كبيره لابتسام العروسي اللي غنقول لك واحد الحاجه جدتين بون كونتينياسيون باقي ما تعطاهاش خاصها انا تنقول خاصها الدور فين تفجر كاع الطاقات ديالها. الو اكيد الفنان سعيد باي الغني على التعريف واللي كنجرو تحيه لهذا المنبر ديما تيقول قال لك بانه مازال ما طحتيش على الدور اللي يفجر داك الشيء اللي بالداخل ديالك اللي بالداخل الابتسام العروسي ممثله. وي بعدا كتشوفي راسك مازال ما درتيش الدور المناسب ليك اللي هو غادي يبين القدرات ديالك كممثله. شوفي هو دور كيجيب لك دور الحمد لله يعني ما غاديش نقول ما خديتش حقي ما خديت حقي يعني غاديه كتاخذ شويه ما كنتكلموش على الادوار او الشخصيات يعني على الشخصيات فريمون باقي ما خديتش الشخصيه اللي قريبه لابتسام. السبب فرصه مازال ما تحسيتش على المخرج اللي غادي يخرج الشوفه ديال لا فيزيون ديال المخرجين بيتيتر دائما كنقولها هو انها كتبقى ليميتي فاشنو كيشوف كل اشنو ما كتلاحظيش بانك كتعاودي نفس الادوار فوالا فين كتلاقاي في مهرجان ولا في الادوار كتكرري نفسك في الادوار دائما كنكريتيكي راسي ماشي كنكره راسي ما كنكري ماشي كتكرهي كتكري نفسك كتحسي راسك انك كتلعبي نفس انا جو سوي كونتخنا ما كيعطيوك هما كيبروبوزيو عليك نفس الادوار كتعاود ماشي دائما الحمد لله انا توفقت انني خديت ما بين الدراما وما بين الكوميديا ماشي بزاف ديال الممثلين اللي مثلا ممثلات لان دائما كنمشيو انا ممثله كوميديا فعندها طابع شعبي 100% خاصها دير فهمتي ما عرفت اشنو تهضر بالتعربيات عاد حنا غادي نقولوا راه كوميديا مي نقدروا نكونوا كيوت مزيانين زوينين ونديروا الكوميديا فالحمد لله عندي طابع كوميدي درامي لعبت في الدراما والناس بغوني لعبت في الكوميديا والناس بغوني. فين تلعبتي شي دور ندمتي عليه؟ فريمون لا. كل صراحة. كل صراحة والله لا. لا. كل الأدوار أنت راضية عليهم عاجبين؟ كل الأدوار بويسكو قبلتهم حيتاش أنا إنسانة اللي كنبقى كنبقى انا وراسي كندابزو بزاف انا مدابزه غير مع راسي بعدا قبل ما ندابز مع عباد الله خصني نتفاكى انا وراسي انا الاولى فكريتي مع شي مخرج ما بينكش او ما عطاكش لا فالور ديالك بحال كيف ما عطا ممثلات اخرين وبقى فيك الحال هادشي كيوقع مي انا زعما في التكنيك ما كنتابعش بزاف اللي عندي كنخدمو اكثر حاجه كنتابع لا من بعد ما خرج العمل بعد ما خرج العمل شحال من مره كنقصوا لك من لي سيكونس كيديروا لك مي انا ما كنبقاش ما نكذبش عليك ما كنبقاش داخله في هذيك المتاهه ديال ظلمني دار ليا غادي نهضر عليه في مواقع التواصل غادي نفعل ليه نو بوتيتر هو ادرى انه ما عجبوش هذاك الشيء اولا هذيك الممثله كنحاول نمشي بوزيتيف باش ما ناخذش منه موقف لان غتجيب الظروف وغادي نخدم معاه مره اخرى يعني باغي نمشي سلميا ما كتاخذيش موقف حيت خايفه على يعاودش يعيط لك نو نو سان غيان افواغ انا كنتعامل مع الامور كنقول بوتيتر هو عارف المونتاج ديالو كيفاش غادي يسلكو ولا هو كيفاش كيشوف الامور ما كندخلش لدماغي ان هذاك الانسان خايب وراه دار وراه فعل باش مره اخرى الا خدمت معاه ما نكونش احد سينو ما غاديش نخدم معاه انا ما كنقدرش نافق الا ما كنت مرتاحه ليك ما نعاودش نخدم معك ما عندي لاش دونك بالنسبه ليا كنخدم كنسالي لو بروجي اهم حاجه عندي هو انني نتفرج نكون راضي على راسي الجمهور نعجبو صافي ستات مدام بشي دائما راضيه على كل الادوار ديالك ما راضياش نو ماشي راضيه ملي كتفرج في راسي ما كيعجبنيش راسي بليزيوغ فوا ندوزو الفقره المواليه واللي هي سمعنا باللي
ابتسام انا كنعرفك يعني مده صراحه بحال كنعرف بعضياتنا تقريبا شحال من عام واحد 8 سنين على الاقل سنين. انا متعوده عليك صراحه وهذه امور كتوقع لنا حنايا في لو دومين فحنا سمعنا بانه بالفعل كنتي غادي تشتغلي في واحد العمل ومن بعد كنتي غادي تستن كونطرا تحيد لك الدور تعطى لممثله واحده اخرى اولا واش بصح وثانيا كيفاش كتعاملي مع هذا الامر هذا اللي هو انا شخصيا وقع ليا وقع بزاف ديال الممثلات فعلاش هذه القضيه هذه علاش مخرج كيتصل وتيكون مقتنع بواحد الشخص كيجي واحد كيقول ليه من اللور كلمه ولا جوج على داك الانسان وديك الانسانه طمعا في نفسه او طمعا على انه يصابوتي داك الشخص وكيتحيد العمل ظلما كيفاش كتعاملي انت مع هذا الامر في امل انا كنامن بواحد الحاجه ماشي زعما لغه الخشب كنامن بان العمل توا فيه المكتب فهمتي لان انا ما شغلتش في هذا العمل وفعلا كاين هذه القضيه وكان هذا الشيء ديال شي حاجه تقالت وما تقالت وما دارت ما يعني ما خدانيش المخرج واخا يعني وصلنا لو كاشي وصلنا المسائل وامتى غتجي واش ممكن فعلا هذا المخرج اللي غادي يتصنت لعباد الله وما غاديش يكون عنده الفيزيون ديالو للعمل ديالو واشنو خاصو واشنو كاين يعني هذا عنده حديث العيالات اش كيقولوا عليك في امور نو امور شخصيه كيقولوا عليك مشاغبه كيقولوا عليك قبيحه كيقولوا لك كتدخلي في الامور اش من اشاعه بليده كتخرج عليك ابتسام نو الحمد لله انا غاديه شقه الطريق ديالي بخير حنا كاملين ما مخرج كان غياخذك وفي الاخر غير الراي ديالو هي كانت بيني وبين ممثل والزوجه ديالو يعني هو ما بغانيش نكون المخرج فضل الممثل والزوجه ديالو بروجي حسن في نفس الفتره جاني بروجي حسن بكاشي حسن بامور حسن يعني بالنسبه ليا لا ربيتي خلف اكيد ولكن بالنسبه ليا ان الانسان يخلط اي حاجه شخصيه مع حاجه كون سبعو كلني انا وياك ملي كنوقفوا سورسين ولا دوفون كاميرا كنساو كل شيء واخا من كل شيء هذا انا غادي تعاودي تتعاملي معاه ولا لا الا عيط لي نعاود نتعامل معاه نعم تواجهي بهذا هو عرف انك انت سقتي الخبر واجهتي ديجا واجهتو ديجا شنو كانت ردت الفعل ماشي واجهتو جا سلم عليا داك الشيء قال لي واسي دوماج قلت له ما بغيتش نهضر في هذاك الموضوع سي بون صافي بينتي له انك انت سقتي الخبر وعرفتي كل شيء عرفت كل شيء بيان سور راني عرفت جاوبك ولا سكت دار راسو ما فهمش لا جاوبني بغى يعاود ليا اشنو واقع انا كل شيء عرفته اشنو واقع لا ماشي مني دوكا ندخلوا لواحد المتاهه اخرى وغنبدا ندي ونجيب وانا ما بقاش عندي مع هاد الامور كيف ما قلت لك هاد الشيء فاش كنت صغيره كنت كنبقى تابعه الحاجه وغير كندير راسي ديال الو علاش ما درتي هادي وعلاش وصاحبتي خصني نسولها ودابا اللي بغى يدير شي حاجه يديرها حر في راسو الا ما كنتش معاك انت كاين غيرك كاين غيرك الا ما عجبتكش انت كاين ناس اخرين كنعجبهم والحمد لله المخرج وقف فيت ليك اشتغلتي في عمل وخليتي هذاك العمل حيت الناس ما كانوش بروفيسيونيل فيه ولا كملتي رغم الظروف الصعبه لا تخليت على عمل وما خدامش فيه دابا شنو كان السبب السبب كونطرا ديكسكلوزيفيتي ما يمكنش نديرها لان ملي كدير كونطرا ديكسكلوزيفيتي خصك كانوا طلبوا منك واحد الكونطرا احتكاري من غير هما بوحدهم باش تكون ديكسكلوزيفيتي خصك الكاشي ديالها خص الكاشي ديالها انا بديت العمل وتوفقت فيه ودرت الاسم ديالي فيه والناس تبعوا درتي هذا الجزء الاول من المسلسل والجزء الثاني الاكسكلوزيفيتي قلتي لهم لا ما يمكن لياش وكان عندي التزام ديال عمل اخر اللي هما ما خرجوش ليا الوقت ديالو وفريمون يعني الا كانت كيف ما كنا الا كنا غادي يكون احتكار فيكون لو كاشي ديال هذا احتكار نعم. ومن هذا المنبر كنوجد تحيه للناس اللي خدموا فيه والسيده اللي المخرجه ديالو اللي كانت المخرجه زكية الطاهري اللي مخرجه مزيانه والعمل كان شنو؟ رضات الوالده نعم يعني دونك اشتغلتي في رضات الوالده الجزء الاول الجزء الثاني كان عقد احتكاري من طرف الشركه المنتجه لا ماشي من طرف المخرجه هي اللي كنيغوسي معها هي المشرفه على الانتاج دونك اللي كان كونتخ لي انا كونتخ 100% هو عقد الاحتكار لان كيكون عندك يعني كاع الممثلين اللي هما اشتغلوا في هذا في الجزء الثاني ديال رضات الوالده كلهم عندهم عقد احتكاري انا كنهضر على راسي ما عرفتش انا شنو غادي يديروا معاها مي انا يعني الجزء الاول كنت ثانيه هاد لو كونطرا
عقد احتكاري كان كان عقد داكو دونك انت من الاول عارفه بان هذا هو العقد من الاول العام اللي فات قبلت انني نسني لان ما كانش عندي اعمال اخرى دونك قلت داكوغ ماشي مشكل ولكن العام الثاني وعمل زوين وهي دارت فيه مجهود كبير وتبارك الله يعني كانت مزيانه معايا لا في التعامل لا في كل شيء قلت من لا حد لا ما كانتش مناسبني انا ثانيه كونتخ اخرى ديال عمل اخر وما يمكن لي حاولتي تفهمي معاها ما بغاتش شوفي هي معروف العمل ديالها دوك الا كان عندك انت هاد الشروط ما يمكنش انك تسني معها داكو. يعني هي بينتها هي واضحه ماشي انسانه اللي غتفلع لك وتقول لك داكوغ وابقي غادي تخربق لك في البلانينغ ديالك وما تخليكش تمشي تمشي انك تصوري نوت هي واضحه معك في الاول راه ما يمكن لياش الا ما كنتيش غديري معايا هاد الامور دوك انا كنحترم الصراحه ديالها وكنحترم اشنو دارت اوكي الوغ سمعنا باللي جاك مرض نادر من بعد ما توفى الاب ديالك ومن بعد ما جاتك الصدمه بالوفاه ديالو واش هادشي بصح وي بصح شنو هذا المرض النادر ابتسام سي واحد سوي مالادي تري غار سميتها لانيتو ديرمي بحال الشكل ديال بسورياسيس وداك الشيء سي كو هاد لا مالادي كتجيب بالاعصاب لو ستريس بالحزن بالبكاء يعني بهاد الشيء حتى انا ما عرفتهاش في الاول مشيت درت لي زاناليز بارتو في المغرب عند لي ديرماتو كاملين من بعد مشيت للسويد مشيت لفرنسا ما عرفوش لا مالادي كيقولوا لي هاد لا مالادي راه ما عرفناهاش ما عرفناش كيفاش كتجي كيفاش كتحيد كيعطوك كيعطوك التقرير يعني التحليل شنو هي شنو سميتها شنو كدير بقيت كندير ادويه من خسرت بزاف الفلوس بكيت وسيرتو ان يعني كانت عباره على شنو هاد السيتي ديال لابو كتمشي داكور دونك كتبدا عباره على بحال نقيطه بحال شي حاجه بحال هكذا من بعد كتبدا تمشي الالاستيسيتي ديال لابو ما كترجعش دونك ما يمكنش تعرفي شحال المعده ديالي قهرتها شحال ديال الدويات شحال ديال الدويات وشحال ديال كنبحث وكنمشي عند لقيتي العلاج فينالمون ما عرفت شنو العلاج بالضبط اللي وقفها الان باقي فيك نفس المشكل لا ما بقاش عندي المشكل ما حيت استعملت بزاف ديال الادويه داكور يعني الكورتيزون بزاف ديال الادويه اللي ما عقلتش على سميتهم لان هادشي شي 4 سنين هادي مي الحمد لله لان كيقول لك ربي ملي كتجري راه كنعاونك عبدي دونك الحمد لله حسن الحمد لله توقفات سلامه الحمد لله نشوفوا الصوره ديال الاب ديالك الوغ هذا الاب ديالك كانت عندك واحد العلاقه اللي هي سبيسيال بزاف ومات واحد الظروف اللي هي ماشي سهله تتخطف وكان كيقول لك العسكريه علاش كي العسكريه حيت عرفني قاده عرفني حربية ملي كنوصل الوالد كتقاد عليه الهضره امل لان اعز الناس توحش كلمه بابا توحشتو بزاف توحشتو في هاد العواشر توحشت نكون قابطه طريق الدار ولقاه ملقي ليا قبل بشحال الوالد ديالي ما كان كيكبر فيا والو كان صاحبي بزاف صاحبي اكثر ما هو بابا قريب ليا بزاف الافكار انت كنت قريبه منه بزاف انا اللي كنت قريبه منه بزاف انا اللي كندخل ونخرج الفلوس معايا من عنده هو انا اللي نخرج وما يقوليش لا في اخر الايام ديالو كنا قابلناه وكنا معاه سي ديفيسيل ان يكون عندك اب قوي وانيق وجميل وكتبغيه بزاف وتشوفيه في لحظات ضعف تشوفيه هو كيعاني تشوفيه هو انه كيتباراليزا من ايد لرجل المعده لاي حاجه يعني ما يبقاش يتحرك قدامك صعيب ان واحد النهار كندخل عنده كتكون مع الوالده ديالي ومجلساه كتوكلو ويلاه قبطات هي هذيك الزلافه وبغات تحطها وهو رجع على الحيط هكذا وتضرب وما قدرش يهز راسه وانا شفته في هذيك الحاله ما قدرتش نصبر خرجت كنضرب راسي مع الحيط ما قدرتش نشوف هذاك الضعف وعيني في عينيا وكيشوف فيا ما كانش كيبغيني نشوفه ضعيف ما كانش كيبغينا نشوفه ضعيف لدرجه ان سي لا بروميير فوا اللي كنهضر على هذا الشيء بهذه الطريقه
سكو انه كان كيدير المنطا فوق راسو باش يولف الظلام. ايماجين يعني كنحس بلا سوفرونس اللي كيحس بها، كنحس هو شنو كيحس. سي با فاسيل امال، ماشي ساهل انه يدير المنطا قدامك ويقول لك خليني نولف الظلام. ماشي ساهل انه ينطق سميتك من اخر الحوايج اللي كاينين ويموت. ماشي ساهل تشديه من ايديه ورجليه ويموت قدامك واخر نفس تشوفيه هو اعز الناس عندك. ماشي ساهل. سيتي ان شوك بوغ موا. توحشت صوته، توحشت بزاف، توحشت نهضر معاه، توحشت كلمة بابا، توحشت الحضن ديالو. ما الله يرحمه، الله يرحمه السالي. وهو الاسم ديالو راه كيهزال الاسم ديالو وكيجري الدم ديالو في العروق ديالك. فكيقول لك اللي ولد ما ماتش ابتسام. واخا قلت لي الهضره واخا اللي ولد ما ماتش، مي البلاصه كتبقى خاويه. عرفتي مني كيصوني التليفون وشي صاحبتي كتقول بابا كنتوحشو، كتوحش ديك الكلمه. دي فوا كنهضر معاه بوحدي في الدار، كنقول بابا توحشك، بغيت نسمع صوتك. وكنكون بوحدي ما خصش راجلي يسمعني باش ما نبانش بحال شي حمقه. كنعس وكنتخيل ايدو، كنبدا نتخيل لي ديتاي ديال وجهو، ديال الخاله فين كاينه في ايدو، ديال اي حاجه كانت فيه باش ما ننساهاش. ونستحضر الصوت ديالو. ماشي ساهل تفقدي شي حد قريب ليك وسيرتو الاب. الكتاف ديالك سي با فاسيل. دمعك علينا ابتسام. الحمد لله. غنمشيو فاصل ونرجع. ابتسام صافا؟ صافا. حسن دمعك غاليين، حنا ما بغيناش نبكيوك العواشر هادي. بغيت نوريك واحد الفيديو اللي انت بغيت تعطيه واحد لوماج لواحد صاحبتك وصاحبت واحدة أخرى. شوفوا الفيديو نعاودو نرجع. شوفوا الفيديو. بإيجابية ابتسام بلا دموع الله يخليك. الوغ هذه فيديو ديال صاحبتك لبنى الله يرحمها. الله يرحمها. جات دارت لك لا سوربريز بلجيكا. انا نبغي نتكلم على 2015 اللي هي كانت شويه قاصحه عليك، لانه الوالد ديالك توفى في 2014. وفي 2015 فقدتي جوج صحاباتك لبنى وساره. لبنى في 2016. يعني 2015 16 جو سنين متابعه. وي انت قلتي لي امل انا بغيت نتكلم عليهم، واش نعطيهم جوج كلمات حقهم، وفي نفس الوقت تكلمي على اللي عنده شي صديق ديال بصح فعلا يحافظ عليه ويعطيه وقته. فعلا. فتفضلي. لبنى كيف ما شفنا دابا دايرين انيفيرسير غير انا وياها. هاد البنت كانت اختي ماشي صاحبتي. حتى انا فاش كنبغي شي حد وكنلقى فيه هذوك المواصفات اللي كيعجبوني، هي الصدق، هو انسان ما كيتحاسبش، هو الانسان قلبه زوين. نعم. ما يمكنش نخليه. دونك كنا عايشين اونصومبل انا وياها، احتضنتني الله يرحمها. ما كانت كتكبر فيا والو. كنا كنتعاودوا بزاف ديال الحوايج وكندوزوا احسن الاوقات في الدار. كانت بيتوتيه بزاف، لدرجه كنا كناخذوا انا وياها لي طابليت ديالنا وكتقولي غادي نقراو انا وياك نفس الروايه كل وحده في هذا. وكل كنا كن يعني كانت صداقه حقيقيه. كانت صداقه حقيقيه وكنستافد منها ساره لبنى. ولكن كمان من بعد هذه الظروف هذه كلها القاسيه اللي دزتي منها، جاك واحد المشكل انك وليتي ولا فيك الوسواس القهري. ولات عندي لافوبي ديال الموت. الوسواس القهري وليتي كتخافي من الموت واحد الطريقه كبيره بزاف. كتخافي على راسك، كتخافي على الناس اللي دايرين بك. حتى انا كي دابا كتشوفي بسيكولوج
باش انك تداوي نفسك. يعني واحد الفتره شفتي بسيكولوج باش انك تداوي نفسك؟ وي شحال هادي شفتها الحمد لله دابا يعني تغلبت عليها. مي دزت من هاد البيريود هادي دزت من هاد الوسواس دابا ما بقاش صافا ميو حسن. لا دابا الحمد لله تغلبت عليها لان هي فتره وكدوز كيف ما يعني انا عارفه كدوز عند اغلبيه الناس كيدوزوا من هذه الفتره هذه اللي كيبداو يخافوا من الموت. دابا بور لو مومون الحمد لله مزيان. انا ما داويتهاش في اللحظه نيت لان بداتني بدي كريز دونغواس. لي كريز دونغواس هي ظروف صعيبه اللي دزتي منها ماشي سهله اكيد يعني باش تفقد صديقات واقرب الناس ليك وباباك وواحد العامين. فريمون عرفتي بزاف ديال الناس اللي مشاو من حياتي. واش يعني هاد الظروف القاسيه بدلاتك شويه؟ اكيد بدلاتني. انا دابا طلبي مني عينيا نعطيهم ليك. ابتسام ندوزو للفقره المواليه واللي هي بدون فلتر. بدون فلتر ابتسام، التمثيل كيوكل ولا ما تيوكلش؟ كيوكل. كيوكل؟ وي نعم. يعني انت كتعيشي من التمثيل رغم قله الانتاجات، رغم انه الكاشي كوميم تيبقى واحد الكاشي اللي هو ماشي بزاف؟ شوفي انا في جميع الاحوال عندي راجلي فهمتي، مي نهضروا ولو انا نعم. كنت بوحدي كنت غادي ناكل بيه وكنت غادي نعيش بيه، والكاشي انت اللي كتفرضيه وشخصيتك اللي كتفرضها وانت وخدمتك اللي كتفرضها. يعني بحكم مثلا ملي كنشوفوا مثلا الممثل دوز واحد لاكارير اللي هي طويله وكبيره بزاف وفي الاخر كنلقاو ما عنده حتى باش يداوي راسو، يعني كنلقاو ولكن بزاف ديال المشاكل في الوقت في الميدان ديال التمثيل. الوقت تبدلات، لي كاشي نعم. تبدلوا. دابا اكثريه كيف ما قلتي هما كيف ما هضرنا هي دي شوز اللي ولاو فيهم انستغرام، وليتي انك ما كت شحال من حاجه ما كتخلصيهاش وض ان شحال هادي كيبقى لك لو كاشي ديالك. نعم. ولو بزاف ديال الحوايج، ولكن بالنسبه ليا لا جيستيون انسان كيفاش كيجيري الفلوس ديالو، الظروف تحسنات وكيفاش كيجيري الامور ديالو، فماشي دائما كنمشيو نشوفو ديال دوار الزمان. ابتسام انا كنعيش نهار بنهار، جو سوي با لو جونغ اللي كنخبع يدي متقوبه وبزاف كاع برا راسي وغطي الله سبحانه وتعالى. داكشي جوزاء جوزاء. نعم. وي ابتسام ندمتي انك ما كملتيش قرايتك بكل صراحه؟ لا في الحقيقه انا كنت غادي نكمل في الميدان الفني. كنت غادي نمشي على برا عند الاخت ديالي، شافت لي ايكول ديال السينما تما اللي كنت غادي نقرا، ماشي اوطون كو ممثله، كنت غادي نقرا يعني على الكاميرا وعلى الاخراج، كنت انا ندير فورماسيون في تو سكي تكنيك. مي ابري هذيك هي الفتره اللي جا راجلي باش يتزوج بيا. ودابا مشكله تقولي انت مخرجه وهو مخرج ما كونكورونس بيناتكم. مي انا ما عمرني كنت كونتر القرايه. قدرتي الاخراج واحد النهار؟ نو دابا ما دابا ما كنفكرش. انا كيعجبني الجورناليزم، كيعجبني مزيان، كتعجبني الانيماسيون، يعجبني كيعجبني نبقى في الدومين ديالي في التمثيل ونزيد فيه القدام، وهو فيه ما يتقال، علاش غادي ندير بزاف ديال الحوايج؟ الا كانت شي حاجه وكنت غادي نتقنى مزيان مرحبا بها، ولكن الا ما كانتش من تلاحوها. شنو رايك في المسلسلات المدبلجه؟ واش هي كتاخذ المساحه ديال الممثلين المغاربه ولا لا؟ وي كتاخذ. انا ما عرفاش البيدجي اللي كيشريو به هاد المسلسلات، ولكن كنقول انا في الانتاج الوطني اولى فهاد الممثلين اللي كاينين تبارك الله، كاينين وجوه جميله، كاين وجوه نعم. قديمه يعني الاهرامات اللي باقين لحد الان ونسوهم الناس، فهذوك الناس ضروري خصهم يتفكروا. شنو اللي خاص في المغرب باش نوليو الاعمال يعني فريمون تولي صناعه الاعمال السينمائيه والتلفزيونيه في المغرب؟ شنو اللي خاص؟ ما عرفتش فريمون، انا ما عرفتش واش خاص انفتاح يعني للعالم العربي. دابا مثلا نمشيو لمصر عندهم مدينه اعلاميه، مدينه كلها دي بلاطو ودي ديكور فيكس، حنا هادشي ما عندناش. حيتاش الانتاج ديالهم ماشي منحصر غير على مصر، مي انهم كيبيعوا المسلسلات ديالهم اكثر من واحد 60 قناه ولا 70 قناه. المشكله ماشي في اللغه ديالنا، ولكن المشكله في التسويق، لان الاغاني ديالنا وصلوا باغتو، المغاربه ديالنا كاينين في العالم باسره خصوصا العالم العربي، فعندنا بزاف ديال الكلمات يعني مشتركه عربيه. الناس الانتاج والاعلام ما كيعرفوش كيفاش يسوقوا الاعمال المغربيه في خارج المغرب. اكيد خاص يكون عندنا انفتاح ما بين العالم العربي
يكونوا شراكات، وخصنا بعدا نتكافوا غير مع الدعم الوطني، خص يكونوا اعمال اللي فيها يعني اللي كثيره وعلى طيله السنه، ماشي غير في شهر رمضان، ما يكون السباق الرمضاني بوحدو اللي كاين العام كله، ولكن الناس دابا ولاو كيطالبوا. شنو رايك في الاعمال الرمضانيه اللي هي كنشوفوا مسلسل هنا، سيتكم هنايا، افلام هنايا، وفيه نفس الممثلين واحتكار على نفس الممثلين في هذه الاعمال كاملين، وممثلين اخرين ما خدامينش كاع، كيفاش كتجيك هذه القضيه؟ بيان سور جو سوي كونتر، بيان سور انا يعني بالنسبه ليا يكون كان كل واحد كياخذ حقه، وكون كانوا الآن يعني كنقولوا ان الانتاج طيله السنه كيف ما قلنا كان غيكون كل شيء خدام. وثاني هذا الشيء ديال لي كلون، ديال انك تشوفي نفس الوجوه، كاين لي كلون في شوف كاين شي ناس، كاين شي ناس يعني ماشي كنقول لي كلون كاينين ضروري، كاينين بيان سور كاينين، مي انا كاينين ممثلين وي اللي كف يعني انهم خصهم يكونوا، ولكن ما يمكنش انني نشوفكم في كابسول، نشوف في تيليفيلم، نشوف في المسلسل، سلسل ونشوف في هذا، ما يمكنش. يعني شنو رايك كذلك في بعض الممثلين اللي تيبقاو كيديروا بزاف ديال الاعمال في رمضان وغير رمضان، وكيديروا كذلك الاشهار، ومن بعد كيتحطوا وسط البلاصه قرقيب، ما كيبقى يعيط لهم حتى شي واحد. شنو غادي نقول لك، انا كنعيب على كلشي، لان مثلا انا كنشوف مثلا اشهار لا كريديبيليتي كتمشي، انا نعطي نفس الوجه الاعلاني، نعطيه انه يدير لي لا بوب ديال شقاق، ديال لاسيرونس، ديال ياغورت، ديال بزاف ديال الحوايج بالنسبه ليا. يعني هذا الوجه واش هو اللي كاين انه غيعطي مصداقيه لهاد لي برودوي كاملين؟ لا. دونك انا مثلا خديت فلانه فهاد لا بوب، ناخذ فلان في لا بوب الاخرى، ناخذ ف لي زاجونس، عندنا وجوه كثيره الحمد لله، لي بواط دو كوم ولا جو نو سي با، هما اللي كيقدموا هاد الملفات، هاد لي بروفيل ديال الممثلين فهاد لي بواط دو كوم اولا لي بواط دو برود، اللي بصح خاص يكون تنويع، ويكون يعني بزاف الممثلين يقدروا يبيعوا، هذا يبيع والاخر يبيع، فوالا تعطيه المنتوج المناسب في الوقت المناسب، اكزاكت، ايلو ميتخ اون فالور، والامور تتمشي جوستومون. نعم. ولا ان ممثل فرض راسه في الساحه الفنيه وكان مزيان، صافي غادي نعاود نشوفوه في سبعه الاعمال في نفس الوقت. نعم. هذا كيف ما اننا يعني اكتشفنا هذيك الموهبه اولا هذاك الفنان وخذا الفرصه ديالو، نعيطوا ليه لجوج الاعمال ونكتشفوا انسان اخر، وحنا غادي كنطلعوا في لي جينيراسيون كنطلعوا في الناس، ماشي كنحتكروا وكنلوحوه. ما جاتش مشكلة. ما جاتش مشكلة. بغيت نقدم لك واحد السيدة، شنو اللي كيعجبك في هذه السيدة، شنو اللي كيعصبك فيها؟ فراسي ياك. وشكون؟ ماشي انت هادي؟ هي انا، قلتي لي السيدة قلت في الحقيقة اللي ما كيعجبنيش في راسي هو انني انفعالية صراحه، كنهضر والله اليوم هضرت بواحد الصراحه ما يمكنش، وما عرفتش علاش كنهضر معصبه اصلا، لقيت راسي ان المواضيع اللي هضرنا فيها كيعصبوا، وكنهضر بصوت عالي، انا دائما بعدا كنهضر بصوت عالي بحال كنطالب بالحق المدني، ما دايراش بحال هذوك اللي كيهضروا بشويه ما كتسمعيهمش، انا كتعرفيني كاينه من البعد. ابتسام انفعاليه، هاد الانفعاليه ديالي كتخرج عليا بعض الاحيان، ودائما كيعيبوا عليا دارنا وراجلي، لان كنتاخذ قرارات بسرعه، اولا كناخذ مواقف بسرعه في لحظات غضب، ودائما كترجع عليا هاد القضيه، سخونيه الراس كترجع عليا بالبروده. مازال ما قادراش تبدلي هاد الصفه فيك؟ دابا شويه بديت نقصتي شويه، دابا نقصت شي شويه. شنو اللي كيعجبك في ابتسام؟ اللي كيعجبني في راسي ما غاديش نقدر نقيم راسي، مي كيعجبني راسي، كنحمد الله على النعم كامله اللي عطاها ليا، شي خصله شي ميزه فيك، الخصله اللي عطاه ليا هو، كنحمد الله انني جو سوي سيرفيابل، ما عمرني نقدر انسان يلاه نعرفه. نعم. ونكون سبب ديالو في رزق اولا في يعني في شي حاجه كيستافد منها، هذه من سمات الجوزاء، كنفرحوا يعني انا معروفه بهذه القضيه، سكو انني ما عمرني كبر شي حاجه ديالي في الانسان. نعم. ما عمرو يوقف عليا ونبخل عليه بالعون ديالي، ما عمر هذا الشيء يكون. نعم. دونك انا هذه كتعجبني فيا هو انني سيرفيابل لواحد الدرجه اللي كبيره، زوينه والحمد لله. نعم. والا كان الانسان كيسخرك للناس انك تقضي ليه الحوائج ديالهم، فهذه هي حاجه مزيانه. دونك انا دائما كيعجبني ان اللي يكونوا معايا يكونوا فرحانين ويكونوا ناشطين، هذه هي اهم حاجه عندي. نعم. ونقدم لك واحد البنيوته،
وي شوفها. ابتسام صغيره. ابتسام صغيره هذه. انت شحال كان في عمرك هنايا؟ هنا غتكون عندي واحد 5 سنين تقريبا. هنا كنت واكله بريوه القديمه، عقلت على هذيك بريوه القديمه وانا عاقله عليها واخا جافي 5 اون، عقلت على بريوه القديمه اللي كانت في لي باتيسري هذيك الساعه، وهي اللي دايره لي هذوك الحنيكات بالفوخين هكا، كانت باقا كناكلو مصوره. نعم ما تبدلتيش بزاف. ابتسام، الا افترضنا على انه عندنا واحد لا ماشين ترجعك للوراء وتجلسي عند هاد البنت الصغيره هذه وتوصيها واحد الوصايا على المسار ديالك، شنو غادي توصيها؟ زعما بواحد الطريقه نقولها لك، اي حاجه دازت عليا في حياتي كنحمد عليها الله سبحانه وتعالى، ماشي غير كنقولها لان كنقولها جنو سي با، يعني هادشي غيشوفوه بزاف ديال الناس، ولكن اي حاجه دازت سوا قهراتني سوا ضراتني سوا كانت زوينه ليا فهي كتبنيني، فهي كدير ميا شخصي، لان لو نعاود نرجع لو انني نعاود نرجع بكلام كيف ما غنعرفش المسار ديالي، ما غنعرفش اش لا انت عارفه المسار ديالك، يعني هادشي اللي عشتي انت دابا لحد الان وترجعي بالوراء انت هكذا باش توصي هذيك البنت. غنكون انا ما توصيها بوالو، عيشي حياتك كيف ما حطك الله، عيشي دري ايه كوني انت، انا ليسونسيال عندي نكون انا، واشنو كيجي في الحياه سي اكتشاف اكتشاف، الا درت اتونسيون منك قبل ما نعرفك ولا اشنو قال لي فلان ولا شنو قال لي فرتلان ما غنكونش جالسه معاك، انا دائما كنكتشف الناس ماشي من اشنو كيتقال لي، مش من التعامل، من التعامل، التعامل الطريق اللي كتقول لي ما تمشيش منها صح، الطريق اللي قلتي لي ما تمشيش منها كنمشي منها، خصني نعرف شنو فيها، داكشي اللي علاش كنقول لك هو تجربي من نفسك وتعرفي شنو كنجرب. نعم. كنجرب، الا قلتي لي شنو غادي نقول ابتسام نقول لك تصنتي من تجارب الناس، حتى انا راسي قاصح هذه قضيه نقدر نقول هذه مزيانه فوالا، هي وحده لقينا هو انني دائما كنبغي نجرب، وبعد المره التجربه ما كت الناس كيكونوا عندهم تجربه كيوفروا عليك بزاف ديال الحوايج الا قصحتي دماغك، ولكن التجربه ناخذها من عند الناس الحكماء، الناس اللي فريمون يستاهلوا اننا نسمعوا منهم التجربه ديالهم، ماشي قريب ليك نصيحه نعرفوا من عند من ناخذوها. نعم ابتسام، وصلنا لاخر فقره من حلقه اليوم واللي هي سيلفي. نشوفوا بعض الصور سيلفي ديالك. ابتسام، شنو كتفضلي، صوره كامله ولا سيلفي؟ سيلفي سيلفي. انا بعدا ما عنديش مع التصاور بزاف، راه ماشي دائما فاش كنخرج كناخذ فوتو، حتى كنتفكر راه كارا عندي واحد الكونطرا الناس كيتسناوني لوح شي حاجه عاد كنتصور، ومني كنتصور ما كيعجبنيش راسي وكنحطها بزز مني. كتاخذي شحال من تصويره باش تاخذي تصويره واحده؟ لا كنقنط بالزربه، كناخذ جوج صافي، ماكسيموم ثلاثه وصافي كنلوح. نعم. ولا طلعت لي شي تصويره زوينه كنفرح. مع من تمنى تاخذي سيلفي؟ مع من تمنى ناخذ سيلفي؟ ما عرفتش بالضبط، ممكن سيدنا. نعم. يعني هو الشخصيه اللي كتعجبنا، الله ينصروا لينا. كنبغيو يعني. نعم. هو اللي بقى. ابتسام، من طقوس البرنامج انني كناخذ سيلفي معك وكتحطي عندك في انستغرام الا سمحتي، وكتكتبي تحت منه ان كومونتير، شنو غادي تقولي على البرنامج وعليا؟ نقول لك انها فكره زوينه، فولورز ماشيه لهادشي ديال لي فولورز ديال الانستغرام. نعم. ديال هذا اللي كيقدروا نستافدوا منه بزاف ديال الحوايج. كنتمنى لك مسيره موفقه للبرنامج ديالك، وكممثله مزيانه، كمقدمه مزيانه، الله ييسر لك، وشكرا على الاستضافه، وخرجتي مني فريمون دي شوز اللي ما كانش كيصحاب ليا غادي نبارطاجيهم معك هنا، مي بوتيتر الارتياح اولا لانك جوزاء بحالي اولا لاننا كنتقاسموا نفس الميدان، فغتكوني كتعرفي بزاف ديال الحوايج عليا سي بوغ سا. نعم شكرا ابتسام، انا بدوري كنتي ضيفه خفيفه الظل، ورمضان كريم باش ما تمنيتي ان شاء الله كنتي ولكل الناس اللي كتحبي، وصافي بركه من وسواس القهري وبركه الامور كلها، كوني ايجابيه ان شاء الله الحمد لله كلشي مزيان طريقي في الحياه، وان شاء الله كلشي قدامك ومسيره موفقه في حياتك الشخصيه والعمليه. ميرسي ليا وليك. شكرا امل. نعم قالوا الناس زمان الكاتب كاتب والقدر كاين، صبر يا قلبي لا حال يدوم. بهذه المقولة الرائعة كنقول لكم رمضان مبارك سعيد، وإلى اللقاء.